والله ما يكسركم فيه. مستوياتكم عالية جدا، فنياتكم عالية، أشوفكم في الملعب، أشوف مبارياتكم في أنديتكم، يعني ما شاء الله عليكم كلكم نجوم. بس هي التأهيل لما أنت تي تحضر لمسابقة معينة أو بطولة معينة يحتاج لتحضير صحيح. إخواني شوفوا أنجح اللاعبين اليوم في العالم النجوم، الواحد دائما يطلع إلى الأفضل، من هم أفضل لاعبين في العالم اليوم؟ شوفوا حياتهم، شوفوا طريقة التزامهم بتدريباتهم، بأكلهم، بنومهم، يعني كل تفاصيل الحياة. ترى هذه تلعب دور، يعني الحياة واللايف ستايل هذا يلعب دور كبير في إنتاجيتك في الملعب. إن شاء الله راح كل لاعب يبني صار هدف الفترة الجاية، ونوعدكم إن نغير الصورة اللي طلعنا فيها، وإن شاء الله يعني شباب راح يقصرون وإخواننا إن شاء الله صعود. اللي أريده منكم إخواني الفترة القادمة نريد جدية، نريد همة، نريد عزيمة، غير ذلك ما تبون غير توفيق رب العالمين. وانتم تقدرون تجتازون هذه المهمة وتوصلون إلى كأس العالم بإذن الله. كان في عصر ذهبي، نحن بنحقق عصر ذهبي ثاني. إخواني عليكم مسؤولية كبيرة، مثل ما هي علينا نحن، وبتلقون منا كل الدعم وكل المساندة وكل ما تحتاجونه نحن حاضرين فيه. وجودنا اليوم معاكم لدعمكم لمساندتكم في المرحلة القادمة. نريد منكم ابتسامة حلوة، تشجيع والتزام، وإن شاء الله أن بنفرح معاكم في التأهل اللي كان.